سي لبيب مدرب فريق الجيش الملكي. بغيتك تقول لنا ما هي الحالة ديال فريق الجيش الملكي في هذا الموسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فريق الجيش الملكي الحمد لله في المسار الصحيح بعد المجهودات اللي وفروها المسؤولين ديال فريق الجيش الملكي هذا الموسم هذا بتطعيم الفريق بلاعبين في المستوى، لاعبين المنتخب الوطني، لاعبين تونسيين من المنتخب الوطني، والحمد لله هادشي كله عطى الاكل ديالو خلال الشطر الاول من البطوله. انا كنحتلوا الحمد لله المرتبه الاولى، يعني ضمننا البقاء ديالنا خلال الموسم المقبل مع فرق صفوة، وغنحاولوا ان شاء الله في الشطر الثاني من البطوله نمشيو في اقصى حد ان شاء الله، ولما لا نوصلوا للمقابله نصف النهائي ان شاء الله. سي لبيب، اليوم كتحضر واحد الاجتماع مع المدير التقني الوطني واللي كيجمعكم والمدربين المغاربه، اش يمكن لك تقول لنا على هذا اللقاء مع المدرب التقني الوطني؟ و المدير التقني سيدنا مشكور على هاد الطاوله اللي جمع فيها المدربين ديال القسم الوطني الاول، لان في الحقيقه ما غتكون تزيد غير بالنفع على المدربين. كاين تشاور، كاين حوار، كاين شرح التجربه اللي مروا منها لي اسايز لا ولاد ولا بنات في تونس، وميم طون كان واحد الانترفيو ديال الكوتش وليد التونسي اللي عطانا واحد الصوره على التجربه ديال المنتخب التونسي خلال 10 سنوات اللي مكناتو باش ياخذوا بطوله افريقيه ضد الفريق الانغولي. ونتمنوا هاد الجلسات هادو تعاود تكرر مرات ومرات خلال كل موسم، لان ما غتعود هي بالنفع على كره السله الوطنيه. شكرا سي لبيب. عفوا. Merci. Coach.